المهرجان الدولي للسينما في الصحراء الغربية موعد ثقافي تحتضنه ولاية أوسد بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف على مدار أسبوع. أما طبعة هذه السنة فجعلت الخيمة رمزا للصمود وامتدادا للهوية الصحراوية. يعني هذا المهرجان تحضر أكثر من 17 دولة من مختلف دول العالم، وستتم خلاله يعني تقديم عروض سينمائية ورشات عمل تتعلق بالعالم السينما، بالإضافة لما يرافق من نشاطات ثقافية متمثلة في المحصر الثقافي التقليدي والمخيم والمعارض. نطمح تنظيم هذا المهرجان في الداخل بأرض الصحراء الغربية. مهرجان السينما في الصحراء هو فرصة لنا للمطالبة بالحرية والتنديد بالتمييز العنصري. الأعمال السينمائية المشاركة في المهرجان حملت رسائل للتضامن مع الشعب الصحراوي، كما كانت المرأة الصحراوية المقاومة في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية رمزا ومحورا لوثائقيات، وستتخلل هذا المهرجان ورشات متنوعة ونشاطات مختلفة. هي رسالة للاحتلال أن لا ممثل الشعب الصحراوي سوى الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذب، وأن هذه هي ثقافته والثقافة التي يحاول الاحتلال تذويبها ويحاول يعني سلبها وطمسها. نحن اليوم نحييها من خلال هذا المهرجان. خيمتنا في السينما أن تقاوم وأن تفوز هو شعار هذا المهرجان في طبعته 18، المهرجان الدولي للسينما بالصحراء الغربية، موعد للتضامن مع الشعب الصحراوي في قضيته العادلة. من مخيمات اللاجئين الصحراويين، مفودة التلفزيون الجزائري، من فرج الله، فاطمة الزهراء.